تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وتنتشر الفعاليات في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفر في المعروض من السلع في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار. التخفيضات على السلع في إطار المبادرة تصل إلى 60%. ويشارك في هذه المرحلة الممتدة منذ شهر رمضان 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية. احنا موفرين معظم السلع زي الرز وزي الزيت وزي السكر بأسعار مميزة، وبنحاول نحافظ طبعاً على تواجد السلع بصفة دائمة وبأسعار مخفضة يعني. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. أنا شايفة أن ما شاء الله متوفر كل حاجة، الأسعار كويسة مقارنة من الناس بتستغل وترفع في الأسعار، والحاجة متوفرة جدا وكل حاجة بصراحة مبسوطة منها يعني. مبادرة أسعارها كويسة، وإحنا بنشد سيادة الرئيس إن المبادرة تنتشر أكتر وأكتر ويبقى الأسعار دي توفر على طول السنة. فعلا أسعار رخيصة جدا جدا جدا، أنا بنصح الناس يجوا اللي فيها حاجات المبادرة بتاعت سيادة الرئيس. السلع كلها هنا فيها تخفيضات والعملية متوفرة خالص، وبشكر سيادة الرئيس. وتم إقامة 4 معارض رئيسية في إطار المبادرة تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالأسعار المخفضة. أنا تقريبا ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة، كل متغطي، بالذات طبعا الحاجات الأساسية اللي البيوت بتحتاجها. طبعا بشكر سيادة الرئيس جدا على المبادرة دي، وعلى إن احنا السلع والمنتجات متوفرة بأسعار مناسبة بتلبي احتياجات المواطن. أسعار في المتناول وغير أسعار بره، أرخص من بره كتير، يعني في حاجات لا في فرق واضح فيها. المبادرة كويسة جدا 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 وجميلة، ملبية كل احتياجاتنا وكل حاجة، فالأسعار كويسة قوي، الأسعار في منطقة الجميع كويسة جدا بصراحة يعني. في السياق ذاته تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. المبادرة تأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.